سلم ده حبابة ألف مرحبتين حبابة دوحة متناسقة وفريدة للمواهب فات حبابة فيها كم شعراها غنوا حير أفكار الكتابة الكوميديان والممثل يمسحوا حزان الغلابة المغني الصوت صادح من زفير شهق الربابة دوحة الإبداع منانا في شهر رمضان وانا دوحة الإبداع حبابة ألف مرحبتين حبابة. أعزائي الأعزاء داخل وخارج الوطن الحبيب حبيبي متابعي برنامج دوحة الإبداع، رمضان كريم وصوم أفطار الخير ينعاد علينا وعليكم باليمن والبركة. مرحبا بكم في حلقة جديدة من دوحة الإبداع كما عودناكم بالإبداع في دوحة الإبداع. سعيدين جدا نرحب سويا بالأستاذ أبو بكر المرة الثانية في دوحتنا الوريفة. مرحبا بك والله يا يعني. مرحبا بك ومرحبا بكل المشاهدين ورمضان كريم عليكم تصوموا وتفطروا على خير. مرحبا بك والله يا أخي نورت والله. نور الله. نرحب سويا بالشاعر مزع عبد الماجد. حبابك أخي الأستاذ ماجد وحباب مشاهدي برنامج دوحة الإبداع وسعيد للمرة الثانية وأقول رمضان كريم عليكم وتصوموا وتفطروا على خير. الله يديك العافية يا أخي. سعيدين برضو نرحب باخونا احمد المحس والله مرحبا بك حبابك والله يا استاذ ماجد حباب التيم العامل برنامج دوحة الابداع لهم التحيه والتحيه خاصه للمشاهدين الكرام التحيه والله يا كل رمضان كريم تصوم وتفطر على خير ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالجنه والبركه الله يديك العافيه طبعا احنا يعني متعودين اخر زول نرحب به ويبدا لنا هو حبابك وطالبين طلب خاص دينا المجادله أنا سمعتها قبل كده والتكاتيبة وقريتها في الفيس بين العقل والقلب تقريبا حبابك أبشر ورين العقل قال لك شنو والقلب قال لك شنو أبشر في طبعا مجادعة بسيطة بين العقل والقلب الحكمة منها إن الزول يعني يفكر بعقله صح قبل ما يبرى هوا قلبه صح صح عرفت القلب يوديك في 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 داهية في داهية أي والله أها بقول العقل بيقول أعمل لسه مخليك زولا واعي أكرم الضيف والديك ليهم راعي ما تسوي العوج ليه وتصبح ساعي لا تباري المفاتن لا تكون لها داعي القلب بيقول شقدر بالضلال براه وتصبح هاني ريد يجيك سواج منه ما بتعاني عزل في البنات غني فيه نغاني تلقاهن وراك كمية جاريات تاني العقل بيقول هو يا زول كفاك من الشين تعال أديك نصايح بيها بيروق البال حق الناس بضرك ما هو ليك حلال بيصهر فيك كان قل الزمن وين طال أيوة القلب بيقول ما تشيل لك هم بيك وتشغل بالك عيش حياتك وسوي ما يا حلالك الدنيا مقدود تصدمي دايما لك امرح فيها عزلي رقبتك وحالك العقل بيقول ان باريت هواك تبقى المصايب جاتك البيدين بدان يتذكر هناك خواتك الشين القبيح ما تخلي يبقى صفاتك احمد للإله قدر النعم ما جاتك أيوة القلب بيقول التفكير بضرك خلك معايا احكي لك اشبع فيها واقدام الفرص بتجيلك الحنك النظيف عارفه ما بيعصي لك الحق نفسك قبل العبوسه تشيلك العقل بيقول حكمني زين اسمعني ليك بحذر المال اللي بيجيك اوعاك ليه وتبذر الصدقات حرص فيها كتر وغذر هيك تنفعك يوم التقيف متعذر القلب بيقول قرب لي قريب اديك روايه وحصه عايل ليس وقت تلقاه عايش القصة المال الكثير به ما تتوسط كمل باللعب ده بإنه عمرك لسه العقل بيقول اسمع ليك لا من دار تحق الشكرة نيتك بيضة وما تخليها تصبع عكرة باب التوبة فاتح هم قبال بكرة عن موت مصير لكن تبقى خالد الذكرى الموت مصير لكن تبقى خالد الذكرى والله مرات يا أستاذ بكر يا مضاد يعني القلب ده مرات يعني انت بشوف نفسك ماشي صح لكن اي حاجة فكرت فيها بعقلك تلقى نفسك انت مختلف في الراي مع القلب والله المساله دي يعني هي لكل عمر متطلبات يعني هسي الحاجات اللي بتشوفها مثلا قمه الاولويات بعد سنه بتشوفها تتغير اي يعني حتى والمسائل دي مسائل الشباب يعني كل ما تمشي قدام يعني بتشوف نفسك عقلاني اكثر صح يلا عامه يعني بعيدا عن الشباب وبعيدا عن انه كبير مره تقول يا اخي انا ما لي عملت كده يا اخي المفروض الموقف ده المفروض ما اعمله انت بتندم على قرار يعني قبل اتخذته انت بعقلك ولا مشيت وراء قلبك في رايك بس ما بيجيك ندم كده مرات بيجيك حقيقة يا اخي والله فلان اذا كان معي دفعتي مثلا والله عبر وصل وانا والله قعدت هنا باريت هوانسي معنا باريت قلبك صح حقيقة فدائما العقل ده يعني قدر ما يجيك تقول والله المفروض امشي الحته دي يقول لك يا اخي عقلك يقول لك والله الحته دي مشبوهه يا اخي
هي ما وقفه بتاعت محاسبه يعني. محاسبه اي وقفه بتاعت محاسبه ايوه. تكون بعد بكره يجيبوا لك خبر الله حتى فلان قبض فلان فلان تقول اه شفته والله الحمد لله انا ما عارف شيء ولسه مشيت ظهر لي كذا لك التحيه والله ابو حميد يا اخي الله يديك العافيه سبب بكره جيناك انا بقول من كثر المحن الماضيه فوق عصاته بقيت باخذ الامور مهما عصت ببساطه دام في شيء علمني الزمن الضباطه ما بتلقاني فوق عوجا وراه وساطه بلبس قدري للفوق اصله ما بطناطه الفي كفي قاضياني وحمتني طواطه ان فكرت في اللي بتخلي راسي مطاطه بذكر نفسي جنبين بالملائكه محاطه قدر اللي عشته في الدنيا واخذت عبرته لقيت البكسر الخاطر بقلبه جبرته ومن كتر الجروح قلبي المجهز يبرته خبرت الوجع لكن العلاج ما خبرته قبيل في عزة شبيت والفضال الجني وهسي نصايبي بالكوم إلا ما سرجني قدر ما تبقى حلقات نصهن درجني بحمد ربي يا الليل ما قسن حرجني بحمولا من صغير في عاد قماع عستني عرد دوفي عادت بالصبر كستني مشاهدة الأكارم نطلع فاصل ونجيكم راجعين حتى اللي بدا حبابا ألف مرحبتين حبابا حتى اللي بدا حبابا ألف مرحبتين حبابا البعاد والفرقة ما لقدر تصيب يا شوف راحي لبين خلابة وعجيب يا شب شب راحي
مشاهد الكريم، عدنا وعاد الألغ والتميز والجمال عبر دوحتنا الوريفة مع مجموعة من المبدعين. إذا غداري كم لحقة ضرر مستني شغلت بالي، لكن واجبة ما نستني. أيوة. غيميل بيها شبيت فوق فضل رستني، بتبين في الفزع عند البعيد دستني. كم لله مصايب أركست قاستني، رجعت قانعة وانجمعت علي واستني. ما بدي البزيد من حاجتي ولا التالفة، بدي النفسي رايداه وعليهم والفة. الزول البنيت والبيفتخر بالسالفة، عطيت ترزية للدين والرجال مخالفة. أيوة والله. دروب الفارغة من يومهن رزم متفايكة. أي. ودواديب مخاطر وبرضو عيرة وشايكة. إبليس اللي بيفصل والشهاوي الحايكة، عارين منهن بس برضو أنا ملايكة. أيوة والله. الما عنده غدوة ولا عنده كبير، إن كاوش كنوز الدنيا تلقى فقير. عقبك كان قبير ربوك رباية خير، اللي بتعافه ما بتدوره تبل الغير. نسلك جسمه واخلاقك بتبقى غرارك، ودنياك زايلة اكسر فيها لا تدعارك. قليلتك الرديد بجسمتها بتتبارك وترضي الناس حقيقة، دي غاية ما بتدارك. أيوة والله. قليلتك الرديد بجسمتها بتتبارك وترضي الناس حقيقة، دي غاية ما بتدارك. والله ما بتدارك يا اخي. الله يقبل الزلزال مثلنا، يعني محور محور الناس. والله بده بنتو الزول البنتو اللي بتخاف على اغات حقيقة والله. بكون نت 200 يضايقك، وانا الدزول بنيت ده معنا ضايقت انت او اتبخلت عليه بحاجة، لكن بعد ده من الرجال ومن كرمنا ومن كيف فرض ما تنيت. ايوه. فلان اكون عامل لك جميل قبل 20 سنة وعامل لك سالفة قبل 20 سنة، انت تجي تحت اجلاسي في حاجة، والله زمان علي الطلاق، تبدأ خلاص بعدين يبدأ النت القديم. انت مهما كانت تقبل لما عملت عمل لا الله عمله فراسة حقيقة. المزالة بتبقى هي من البداية، لو الحاجة لوجه الله والزول مخلص فيها النية تاني ما بيذكره اصلا، مهما الزول ده ساء معاك يعني ولا تغير. ممكن الناس دي بتتغير، العلاقات دي بتتغير. الليلة صاحبك ممكن بعد 10 سنة يغلط فيك غلطة، الغلطة دي انت اذا بسببها مثلا قعدت تطلع في القديم ده، دي المشكلة هي ذاتها يعني. خربت الزول البنيت والبيفتخر بالسالفة، عطيته رزية للدين والرجال مخالفة. صح. اي رايش انا اوضح في الموضوع ده. والله الانسان دائما يعني لما ندي ما ينتظر الرد، يعني ادي بينيه خالصه لوجه الله وربنا بيعوض، بيفتح عليك يعني. انت ما في نويت يعني ما تدي يعني وتنتظر. هاي زي ما زي ما قال زين الدقيق، قال ما تلحق اللي بتمدها بيقى روحك. يا سلام. اخونا شارد العبد قال الله بقضي حياته اللي بقضي حياته الناس، يعني انت أيوة بتقضي بينيه خالصه انه انا دارك ذلك امر ولا بتتذكره. نعم. يعني في ناس والله بقضوا يعني حوالي ناس تيجي تقول انت يا اخي قضت لك عليك الله، والله مش ما بيعملها كثير مع الناس، ناسي انه عمل قبل كده. بينسى. والله لكم التحيه يا اخي هام وضعب. خلينا بشنو المره دي. طيب التحيه للاهل جزيره كرني، واقول لهم كثير لاموني اهلي في هواك وعابو، قالوا علي ناسيك وخبر ما جابوا، اسمك يا منارط الدنيا بتباهاب، ريدك في دي ما يومي بنوم اصحابه، للي بيعرفني والناس وكمان ودرني من بلد هناك فيها الحنان غامرني، جل المولى أبدع في جماله سحرني، بحتز وافتخر أنا من جزيرة كرني. أبشر والله. غنيناك كثير بغناك ديمة، طرابة كرني العزة كرني الفرسة كرني صلابة، بينيلة ونخيلة وخدرة الخلابة، بنباهيبة كل الدنيا نتحدابة، بخت الشافة والما شافة ديمة تعيس،
فيها الغالي والمعدوم وكل نفيس، فيها رجال تدمر مملكة بلغيس، وما اليوم مرة فاغت لي جمال باريس. أهل التغوى والدين والصلاح متواتر، سديد الرأي ما فيهم قبيح ومشاتر، في الجود والكرم فاغوا السحاب الماطر، إلا انقاموا كل الكون يقول يا ساتر. أسياد حارة مما قمنا عالي شان، العادانة بين رويه ذل ومهان، هن الركز والصوت الملام قطران مثل جبل الحديد ما بنعرف الميلان. من شبينا حافظين الحدود وصلاتنا، وإبليس اللعين واطنه بجزماتنا، في الجود والكرم كذب اللي بيقول لك فاتنا، خزينة الدولة تنعت في الحساب هي زكاتنا، ديما لساننا بيعاف الشناف والغيبة، بنحفظ لعروض جيراننا ما بنعيبة. نحن نقومنا أبدا ما في حاجة صعيبة، دايرنا من خشم اللسد بنجيبة، غسم بالله لا بنخاف ولا بنتهدد، إن طال العمر ولا انقصره محدد، لو رطن السلاح أبدا ولا بنتردد، نعوس في عوسنا خلوه الرهيف يتقدد. ناس واجبات ما بناكل حقوق الغير، نخاف المولى يوم ما نلاقي نحن نكير، قول للجاي متوجه نقاصد خير، غرضك مقضي لو كان حتى لبن الطير. نحن كبيرنا راكز ومنسند فوق عزه، ونحن صغيرنا ما فهاب اللسد بيجزه، قول للعزة لو شد خيولك ورز، ما بيرجونا كل العالمين بيفزوا، أهل عزاز ودائما للفراسة دليل، بسند الواقعة ما بعرفوا العوج والميل، يكرم الضيف يتم الكيف، تماسحني لواء سفايا لو ما كنت من زيديل، سافتين فيها قاسيات المحن، ما بلينوا همهم الوطن من تاني نصر الدين. قل للطامعين في البلد ونعيم، وين شفت اللسد يمشي ويخلي عرينه، كل سوداني بفخر بيه، عالي مغامي ريدنا في مسكن جوا في شرياني، ما دام ربي بهذا الفضل خصاني، ما بيغريني جواز أمريكي كان ألماني، بلد فيها خيرات كثير ممتدة، ما بتحتاج يدنا للدول تتمدى، فيها النيل وفيها نخيل، معادن عدة حوجات كل بلاد الدنيا نحن نسدها. نحن نقولنا كل القاسي لين يهون، نقول الحق ما بنعرف نغش ونخون، كل الدنيا عارفانا مين بنكون، حرقنا الباشا برضو قطعنا راس غردون، السودان بريده وقلبي ديما عليه، بمالي دماي بنفسي ست بفديه، لو كان نحن يوم عمدا نفرط فيه، نلبس ليه توب اخواتنا نرقص بيه. وعندي نصيحة خالصة مقدمة لإخواني، لو عايزين نعيش في راحة تب ما نعاني، جنسك ولون قبيلتك تاني ما لازمان، يبقى النيل أبونا والجنس سوداني، يبقى النيل أبونا والجنس سوداني. أبشر والله، أبشر بالخير ولا المصرية، والله إذا ما قلت يبقى النيل أبونا والجنس سوداني يا أخي. والله لك التحية مزعجة، تحية لك أنت أيضا، الله يكرمك يا أخي. وحميد أزود إياك من فخر، ويعني جناك من دافعين ورجع عري تبرد الدارة دي. أيوة ما عندك مشكلة. بقول السمحين قيف دقيقة لينا وحنه، قلبي خرب وراكي وتاني عاد ليجنه، مما رحت بينار الفراق حارقنه، ما بيستقبل الناس زي شريحتك أظنه، عينيك فيها شفت سعادة في الوجدان، وشفتك لما شفت البارح الغزلان، مما فت قلبي وراك صبح غرقان، قطعت وشلت برا قطعت في الدكان، فايتاهن جمال يا الراس يا عالي مغامك، ومفروض البنات ديل كت يكون خدامك، ساعة شلت موبايلي وكتبت رغامي، غالبني أجيب غسام قررت قاع قدامك، سمحة ونادرة في البنوت مكانك زاهي، وقلبك للفوارغ والفواحش ناهي، شكري لقدت مو ساكت كلام تباهي، أوعيت مرقل الناس بس حروك والله، الله يسحروك يا أخي. لونك انت زي لون الدهم مصفرة، وشبهك شفته في الصيد الموالف الفرة، ساعة جاية للدكار لمحتك برا، صليت العصر يا السمحة 20 مرة، شبهك أصله في البنود ده ما لاقاني، ممكون من جمالك والعيون كاتلاني، وحات عينيك يلفيك الجمال رباني، مما شفت عينيك تاني نوم ما جاني، أنا يا السمحة روحي الهاي مليك مشتاقة، مما رحت نارك في القلب حراقة، سألت إلهي يا النادر المشيك دقاقة، شريحتك تاني تخرب،
كان نجي ونتقي ونتلاقى. يا سلام لك التحيه. الله ابو حميد يا حبابك. طبعا لتعريف المشاهد احمد المحد الكبوشابي اخ وشقيقة طلال المحد الكبوشابي والمبدع واخونا الغالي محمد المحد الكبوشابي له التحيه والله. الابداع ده متورث يا ابو حميد ولا شو؟ والابداع شكله غير متورث كلها ما شاء الله. نحن طلال بغني محمد شاعر هسه المجال ده برضه قمت فوقه زيهم قمت فوقه عشان القى ولدك شويه كذا ماسك وبكاي يوصل العصر 40 مره. لا ثاني عليك العمل. لك التحيه والله يا ابو حميد يا اخي. الله يسعد بيك جدا يا اخي. الله يكرمك يا اخي. ابو بكر رايد ولا جابنا من غزل وانا بديك ذاته يعني من منطلق رفقا بالغوارين. اي بقول سكن ارواحنا زي ما ربي قال خصاكا. اي والغني والفقير ما بيبقى كله بلاكا. نقصت الفطره مين نقطه ضعف جواكا فيها عنايه واسباب خافيه عشان نهواكا. بنحب فيك انا الراسيه وكلامه قليل والما بتدي فرصه يدلي راسه ذليل. المتخذه اخدان والمصاحبه خليل ما بندورين بقت الجرف والنيل. بنريد فيك انا العين وقدمها قصار وبنحب التغيه زي نسى الانصار. الفقيده راعيه وعامله ليها حصار بالسون عرضها وما بيجرف الاعصار. بنحب منك انا الرابع راس مليانه وبنريد النصنقع وما بنطول عليانا. هل بنشوفه بيزيد المياه عليانا بالشمنا صدورا وبنسمع غليانا. بنريد اللي بتقعد حول ولا بتشوفه وكرهتنا اللي بتمرق من ضره ومكشوفه. اللابس المحزق واللي بتمرق دوفه ان بقت القبل والكعبه ما بنطوفه. اي والله. وتعجبنا اللي بتعرف ما بتعيب الحره وعتبت بيتها لا بتفوت لا بتنترى. القاسية لنا شوفتها وقروبها مسرة في شارع الله كان شافتها بشنب تنسرة. وكرهتنا اللي بتمرخ خار ترسنا العفة والشكر الرزان طب ما بنشكر خفة. هل في المكرمات ماضي وعبر للضفة بتعجبه البتول قط ما بيشوفه متفة. هيا كان عزنا في الحر نستعذاب كان ووصانا الرسول والحق وعد نجذاب كان. الحر الكريم ما بهين يرضى عذاب كان والفشل اللئيم برتاح وقت يهزاب كان. أي والله. البدع إن كتار سافلة لو تقيل ترداف. ملص وسترها يا كافي وبقينا نعاف. البيت يا أخي ما مصدرا بعيد بين شاف البيت والدة بملاها اللي بغني عفاف. أي والله. البيت زوجة والبيت جنة تكفي قدامها. دايراك سنة تحجي وتمش قدامها. أي. الماء بخاف ملامة بيخشى منه صدامة نفسه مريضة بالساهل وجب إعدامة. أي والله. البيت يا هبت في البيت وفي التلفاز. وما بنقصها كان بينا وهواها مفاز. البيت اللي بتمرق من كرام عزاز عليها بغني وبقلب النظيف بنحاز. البيت زهرة بتجمل حياة زارحها والبيت دايرة منك تحفظها توريحها. أبعرضا بيجور في حجة ما بقى ريحة والخايب بيقول لك كان صراح صارحة. أي والله. بنصين العروض ما بنرضى فوق جملة وما بيخون عزهن إلا الهوين وخملة. لحين يا أم أبوك قلت شانين حملة بير من غير حرس سايق العطيش ما بيملة. ولا تغشك بهرج الفيس وناس يا رايعة كتار منهم خسوا بيحبوا المايعة. الماء بتلزم حدود دينا وتوابع الشارع إن طال انقصر حبل الزمن هي الضايعة. وما بنرضال كان الضيم والكلام الجارح وما بشرفنا سفه القول تسلم سارح. الماء بقلنا الكاشفات يمين مو قارح والماء بهم أرض الناس بفوت ما بصارح. أيوة. هاكا مني في الآخر وصية متينة البيت سترة في بيتها وعارضها أمينة. البت بقت فاتت تعاليم دينا البسواها والما بسوى ذاته بحينا. البت بقت فاتت تعاليم دينا البسواها والما بسوى ذاته بحينا. لك التحيه والله يا حياك الله. والله يا اخي وفيت في حق المراه امنا واختنا وعمتنا وخالتنا. له التحيه لكل امراه جهدت من اجل ابنائها والتحيه للمراه السودانيه عامه يا اخي. لهن التحيه جميعا. والمراه هي بصفه عامه يعني المراه هي الزوجه والام والبنت والاخت. يعني نصيحة بسيطة منا للين. لك التحية والله. حياك الله أستاذ ماجد. الله يكرمك. مصعب دايلي لنا حاجة خفيفة نعمل معانا حلقة تاني. أنا مشي لك على العتاب. العتاب. أيوة. بقول يا هل كنت مغرور ومفتري تفرق معاي أنت شنو؟ وفي الدنيا غيرك ناس كتار حازوا الجمال ست كملوا فاغوا القمر حسني ونضار من طلعته تبخت جلوه ذهب الخليج روعة وجمال عزب قلبينا طلت. أرحل ولا أسفا عليك قفل وراك سكك الهوى أحرق دفاتر الريدة ديك فقدت خلاص المحتوى. أنا ليك ما برجع وعود
أنا ليك ما برجع وعود غدر خلاص عندي هوا لو كنت لي الأكسجين أو كنت لي قلب الدواء. أنا كنت واهم بلغاك أنت الحبيب، وأنا كنت واهم بلغاك تبرد جراحات وتطيب. يا بحر من فيض الأسى، يا زفرة من نار اللهيب، يا دمع حرقت للحشة وجعلت من الولدان شيء. غلطاننا 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 يوم الزرح في بر هوا خضرة ورود، وغلطاننا يوم جفة نيلك صار يا باب كنت الرعود. غلطاننا ليك احتويت فتحت ليك كل الحدود، فصلت ليك توب الهنا ولبست ليك تاج الخلود. يا سلام. معقول يا أخ أهديك فرح تملاني غم؟ معقول يا أخ أسقيك عسل ترويني سم؟ معقول يا أخ أهديك ورد تملاني دم؟ والله أصلا ما غريب طبعا علي وانت تفطم، أنا كنت ليك بالجد وفي بهواك لي يوم الممات. أقدر بلاك أنا كيف أعيش ما أنت كل الأمنيات، لكن خسارة علي قصيد قطحت كل حبل الصلات. أنا ليك كان أرجع وعود يلج الجمل سم الخياط. أسفا على المسافات المشيت أنا شان أجيك، وأسفا على اليوم الصبح أنا مشتهيك، وأحرقة القلب الهواك واتغشى فيك ندمان سافيه التراب يمحن ليك. لو كنت فاكر دول لغات تحزن قلوبنا وتحترق، أو نبكي بفرقة وجع نزرف دميعات العشق، قل لي أعمل به وإيه ريدا خلاص فقد الصدق ما عنده غيمة ولا تمن مصيره لازم يتحرك. ولو كنت فاكر دول لغاك، لو كنت فاكر بوراك نبكي ونقشقش في الدموع، أو لسه قلبنا في رجاك متغشي بأمل الرجوع. لو كنت لي اسم الغذاء أو حتى ساكن في الضلوع، أنا صمت منك ومن هواك عمري الفضل عديت جوع، انا صمت منك ومن هواك عمري الفضل عديت جوع. السلام عليك. الله لك التحيه والله يا مزعل. تحيه لك. سلام يا اخ. الله والله يسعد بكم جدا يا جماعه، ان شاء الله نتلاقى في حلقه قادمه يا اخي. ان شاء الله. استاذ بكر وصل التحيه عبر الدوحه الوريفه. تحيه لك استاذ ماجد ولبرنامج دوحه الابداع وكل الاخوان معنا في الحلقه شاره، واخواننا واهلنا وكل من يعرف أبو بكر عثمان الشريف، لكم التحية ورمضان كريم عليكم، صوموا وتفطروا على الخير وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لك التحية والله يا أخي مزعل. التحية لك أستاذ ماجد، والتحية لكل مشاهدي برنامج دوحة الإبداع، التحية لكل الأهل بولاية نهر النيل محلية بربر الجزيرة كرني وكل غرى السليمانية، تحية خاصة للوالد والوالدة وكل الأخوان وكل من يعرف مصعب عبد الماجد، أقول له رمضان كريم عليكم الصوم وتفطر على خير. وكما لا يفوت أن يحيي إخواني وزملائي بكلية الطب جامعة الشندق، واللي رمضان كريم عليكم الصوم وتفطر على خير. والتحية أيضا لإخواني بكل الكليات في جامعة الشندق. الله يديك العافية يا أخي أبو حميد. حضرة لك التحية والله أصل التحية لك عبر الدوحة. التحية لك والله يا أستاذ ماجد، التحية للتيم العامل في برنامج دوحة الإبداع، التحية لكل الأهل ولاية نهر النيل خرطوم كل قطاع السودان، التحيه لاخواني طبعا الاخوان دائما لدينا فوقهم ما بينتهوا، لكن تحيه للاخوان مجاهد عبد الوهاب عبد الفضيل الحي عباس اليوم التحيه منهم لك التحيه والله يا اخي سعيد بك جدا والله يا اخي. مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا اليوم، الى نلتقي في حلقه قادمه، كونوا في الموعد. قال لك شتو للريده مساحل يا باس وطر، حتك انت يا ابويا لسه كل عروق خضر، وحتك انت يا ابويا لسه كل عروق خضر، الناس ما بتخلي كلامها تخلي كلام عن ناس، ما بتخلي كلام ولا بيصلح ولا بيضر، غير ما يقوي ايماننا غير ما يقوي ايماننا تاني يزيدنا نحن اجر، الخير مهما يبقى سباق الخيل مهما يبقى سباق فايز في النهاية الحر، يا
الزول ما بيفوت اقداره الزول بيفوت اقداره الزول ما بيفوت اقداره مهما كان عليه تجر ما صدق كلام الناس ما صدق كلام الناس ما صدق كلام الناس خليه بيفوت يعبر أديهم بقدر مغام أديهم بقدر مغام والغايب يكون العذر كنت يا با القصد انك انت يا با وحفر ليك حفرة قبر ساير ربي ما يتهن ساير ربي ما يتهن في هذا الزمان ما سوي عشان ارضيك شايف ما في له قدر الكوميديا.